ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فاصفح الصفح الجميل الذي لا من معه. ويقول القائل مصورا حال العافين عن الناس يوم القيامة، يقول: سيرسل الله أملاكا، ملائكة تنادي على الناس، سيرسل الله أملاكا منادية، سيرسل الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، سيرسل الله أملاكا منادية: هيا تعالوا، هيا تعالوا لرب مطعم كاسي، هيا تعالوا إلى عفو ومغفرة، هيا تعالوا إلى بشر وإناس. أين الذين على الرحمن أجرهم؟ أين الذين على الرحمن أجرهم؟ فلا يقوم سوى العافي عن الناس. أين الذين على الرحمن أجرهم؟ فلا يقوم سوى العافي عن الناس. وذلك حيث يقول الحق سبحانه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يوم القيامة ينادى: أين الذين أجرهم على الله؟ فلا يقوم سوى العافي عن الناس. أما المنافق والعياذ بالله فمن أخص صفاته إذا خاصم فجر واشتط في الخصومة وبالغ في العداء ولم يقبل معذرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل لم يرد علي الحوض يوم القيامة.